المرأة العالمي الثامن آذار، ولكن أيضاً بكل مناسبات آذار التي تبدأ من الشعر وتمر بالمرأة والكرامة والأم والماء وأيضاً السعادة وغيرها من المناسبات العزيزة علينا. نلتقي هذا اليوم الطيب من أجل أن نضيف إلى أيام الوطن يوم آخر من الإنجاز والعمل ومن التوافق على أن التنمية والإصلاح لا يتحقق إلا من خلال مشاركة كاملة وفاعلة وواعية ومؤثرة للنساء في مختلف مجالات الحياة. وأيضاً لنقول لعضوات برلماننا الجديد كم نعتز بكن وكم نتطلع إلى التعاون القائم على الاستمرارية وليس الموسمية، القائم على ضرورة أن يكون التعاون مؤسسي. وأنا أشكر لكن ما أبديتن من آراء في لقائنا الأسبوع الماضي والذي اتفقنا فيه على أن تكون هناك آلية دائمة للتعاون بين مجلس الأمة بشقي وبين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئات واللجان التي تعمل بالتعاون معها. وإذا كانت الاستمرارية لا الموسمية هي الأساس، فإن هذا يتطلب تخطيطاً ورؤية لما يجب علينا أن نقوم به من أجل ضمان ذلك. ولأن هناك تحديات تواجه المرأة الأردنية في مجال خاصة انخراطها في الحياة السياسية والعامة وفي الحياة الاقتصادية وكذلك في مجال التمكين الاقتصادي، ونحن اليوم نود أن نركز على المشاركة السياسية. ليس لأن المشاركة السياسية ترف، ولكن لأنها ضرورة لابد منها لكي يكون البرلمان وكافة مواقع صنع القرار تعكس رؤية وتطلعات وآمال النساء والرجال في بلدنا على حد سواء. وما زالت الثقافة المجتمعية السلبية حول دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية تعيق تقدم المرأة الطبيعي العادي نحو مشاركة حقيقية وعادلة للنساء في هذه المواقع. كما أن البيئة التشريعية التي يمكنها أن تكون داعمة ومؤثرة هي ما زالت لا تحفز النساء ولا تسمح لهن بمشاركة فاعلة وحقيقية. كما أن ضعف وعي النساء بأهمية المشاركة السياسية وضرورتها لهن في حياتهن اليومية وفي كل شأن يتعلق ببيوتهن وأسرهن وبأطفالهن هو أمر يعيق تقدم النساء على مختلف المستويات المشاركة السياسية. وما زالت أيضاً نسب المشاركة على الرغم من التقدم المضطرد الذي نعتز به منذ فتحت القيادة السياسية استجابة لتطلعات اللجنة الوطنية والهيئات النسائية التي سبقت أيضاً لضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كان أن تمتعت المرأة بالحقوق السياسية الترشيح والانتخاب منذ عام 94 وشاركت بذلك فعلاً في الانتخابات منذ استئناف المسيرة الديمقراطية، وتقدمت من نائبة واحدة في البرلمان إلى 18 نائبة في برلمان الأردن 17. فهذا مصدر اعتزاز لنا، والحقيقة أن التجربة تدل أن المجتمع الأردني ينتخب النساء ويثق في النساء وتتنامى هذه الثقة وهذا التوجه، وهو بحاجة إلى مزيد من الدعم لأن النسبة ما زالت حول 12%، وهذه النسبة ما زالت قليلة، وهي كذلك في الأعيان ما زالت النسبة قليلة. لدينا 7 نساء فقط في مجلس الأعيان، وهي لا تمثل النسبة المتوخاة عالمياً والمتوخاة بالنسبة لنا بموجب العديد من المبادرات الاستراتيجية الوطنية للمرأة وكذلك التي أقرت شكراً لمجلس الوزراء الذي أقرها مؤخراً، وهي تتضمن أهمية الوصول إلى 20% في أقرب وقت وصولاً إلى 30% من المواقع، وكذلك مبادرة المستقبل المتساوي التي نحن جزء منها مع 16 دولة حول العالم والتي التزمنا فيها كأردن طوعياً بزيادة هذه النسبة لتصبح على الأقل 20%، لا فقط في مجلس الوزراء
ولكن أيضا في لا فقط في البرلمان، في مجلس الوزراء وفي كل المجالس التمثيلية الأخرى. وطبعا نحن نتطلع بالكثير من الاهتمام للانتخابات البلدية القادمة التي ينص قانون البلديات على أن تعطي 25% من المقاعد للنساء، وهذا سيعني بالضرورة أن تفوز بضعة نساء أيضا على أساس التنافس، وربما نصل إلى 30% لأول مرة في الانتخابات البلدية القادمة، وهذا هو الهدف الذي نعمل عليه جميعا. ولذلك من أهدافنا المتوخاة أن نضع حقوق النساء في مجال المشاركة السياسية موضع التنفيذ الفوري، فالإرادة السياسية موجودة والإطار التشريعي موجود، والمطلوب هو أن نترجم ذلك إلى فعل. كذلك توسيع قاعدة النساء المؤهلات والخبيرات والكفؤات لتولي المناصب السياسية المختلفة في المناصب العليا، ولكن أيضا في المناصب الإدارية الوسيطة. لابد لنا من إرساء ثقافة داعمة لدور المرأة السياسي، وكذلك تعزيز الدور القيادي للنساء من المستويات في المجتمعات المحلية وتصاعديا لنصل إلى أعلى مستويات صنع القرار. وطبعا الاعتبارات الأساسية الضرورية للشراكة خاصة بين البرلمان واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والبرلمانيات، وهناك طبعا تجمع النساء البرلمانيات الذي نعتز به ونشكر المبادرات لتأسيسه، هو مجال رحب وهام لهذا التعاون. وترسيخ هذا النهج التشاركي بين مختلف الجهات المعنية هو أمر مهم جدا لتحقيق الأهداف. ثانيا، تحديد الأولويات وما هي القوانين ذات الأولوية، وطبعا بعضها مدرج فعليا على جدول أعمال مجلس النواب، ونتطلع إلى نقاشات حوله وتبادل للرأي. أمس كان لدينا اجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قانون ملكي المستأجرين، وتم الاقتراح أن يتم دعوة البرلمانيات للقاء حول هذا الموضوع. وطبعا البرلمانيين يعني نرحب بهم ونعتقد بأنهم شركاء وداعمين ومساندين، ونعتقد أن النقاش معهم ضروري. المهم بالتشريعات لا فقط النص، ولكن أيضا أن نهتم بالتطبيق، فهناك كثير من النصوص الرائعة والجميلة ولكن غير المطبقة بشكل يعني عادل على أرض الواقع. المشاركة التي نتوخاها للمرأة الأردنية هي هدفها الرئيسي التعزيز المسارات التنموية، وليست مسألة امتياز أو ترف، إنما هي ضرورة من أجل تحقيق التنمية، لأن رأس مالنا البشري هو الأساس. نحن نتطلع وكذلك البرلمانيات في لقائنا تم التركيز على أهمية المحافظات، ونحن نشكر في هذا اللقاء الأخوات العزيزات والشباب والشابات الذين حضروا من كافة محافظات المملكة. أهلا وسهلا بكم، وأنتم عماد التنمية وتعزيز المشاركة التي نتطلع إليها. نحن لا نعمل بمعزل عن الرجل، فالرجل هو شريكنا الأساسي وسندنا وداعمنا الذي نعتمد عليه في كل ما نصب إليه من تحسين ونهوض بوضع المرأة. وكذلك يجب أن يتصدى كل أفراد المجتمع إلى إحداث التغيير المنشود المجتمعي من أجل أدوار مؤثرة وفعالة ومواتية لاحتياجات مجتمعنا التنموية. ولذلك في إطار الآليات نحن نعتقد أنه لا بد وأن يكون لنا مكتب دائم للتنسيق، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تشكر المكتب الإقليمي ومديرته الدكتورة سميرة معنا على دعمهم لجهودنا من أجل أن يكون هذا المكتب مكتب قادر على تقديم الخدمة الاستشارية والفنية المتخصصة لعضوات وأعضاء البرلمان فيما يتعلق بقضايا المرأة أو حتى في أي قضايا أخرى يمكننا أن نقوم بدور تنسيقي لجمع البيانات والإحصاءات والمعلومات والقوانين المقارنة وغيرها مما سيكون في خدمة الأداء البرلماني، وأيضا غير البرلمانيين يعني في خدمة صانعي القرار الذين يحتاجون لهذه المعلومات. نتطلع إلى عقد لقاءات تنسيقية دورية وغير موسمية، وأنا أشكر صاحبة السمو على اختيار هذا العنوان أو الشعار، الاستمرارية ولا الموسمية، لأننا نريد لعملنا أن يكون مؤسسيا وأن يستمر، لا فقط أن يكون مناسباتي.
ولذلك سيكون لنا اجتماعات دورية بالبرلمانيين والبرلمانيات من أجل أن نحقق هذه الاستمرارية. كذلك نحن نعلم الهيئات النسائية أننا ننجز بمناسبة كل انتخابات نيابية وثيقة نسميها بيان مطالب الإصلاح التشريعي للنساء، وندرج في هذه الوثيقة كل القوانين التي نعتقد أنها بحاجة إلى إضافة أو تعديل أو شطب أو تغيير أو استحداث حتى. وهذه الوثيقة هي يعني توحد كلمة الحركة النسائية حول ما هي مطالبها، ونضعها بين أيدي البرلمانيين والبرلمانيات وأيضاً بين يدي الحكومة من أجل أن تتبناها ومن أجل أن تأخذها بالاعتبار. ونحن نسجل بالشكر إقرار الاستراتيجية وكذلك مشروع قانون التقاعد المدني الذي أحيل إلى البرلمان والذي يتضمن تعديلات نأمل من البرلمان أن يقرها لصالح، لا لصالح المرأة وإنما لصالح الأسرة. فمثلاً حق المرأة في الجمع بين راتبها التقاعدي وراتب زوجها هو ينعكس إيجاباً على أسرتها. حق الزوج والأبناء في أن يرثوا الراتب التقاعدي للزوجة المتوفاة هو لصالح الأسرة، وكذلك حق المرأة العاملة غير المتزوجة في توريث راتبها التقاعدي إلى والديها أو شقيقاتها إذا كانوا هي تعيلهم، فهذا أمر أيضاً بالغ الأهمية ونأمل أن يتم إقراره. نريد أن نزيد نسبة النساء في القيادات الوسيطة وأن يكون لدينا قدرة على رفض المواقع القيادية بالكفاءات، ودائما نحن نطالب في اللجنة الوطنية بسير ذاتية للنساء المتخصصات والكفؤات. وقد أنشأنا قاعدة بيانات من هي في الأردن لهذه الغاية، وأنا أنتهز الفرصة لأدعو كل النساء أن يزودنا المتخصصات أن يزودنا بسير ذاتية لإدراجها. وسنواصل بناء التحالفات والتنسيق المشترك مع المنظمات النسائية الوطنية الأردنية والدولية والعربية من أجل أن نضمن مزيد من توحيد الكلمة وتحديد الأولويات والعمل المشترك لتحقيق الأهداف. وأنا مرة أخرى أقول لكم كل عام وأنتم جميعاً بألف خير بمناسبة يوم المرأة العالمي، وكل التقدير والشكر لكم جميعاً على حضوركم، ودمتم ودام الأردن بألف خير. سيدتي صاحبة السمو الملكة الأميرة بسمة بن طلال، أيها الحفل الكريم، المرأة الأردنية ومنذ البدايات كانت على قدر طموح قيادتها الهاشمية، جسدت تحقيق حلم رآها ركناً هاماً من أركان مجتمعنا، سعت واجتهدت ونجحت فأصبحت أمضى عزماً وأوثق خطاً وأكثر قدرة على إثبات الذات. أردنيات برلمانيات أو برلمانيات أردنيات، استطعنا أن يحجزن مواقع إيجابية، مواقع جيدة على خارطة الحياة البرلمانية في الأردن. والكلمة الآن لسعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح، عضو مجلس النواب 17، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحبة السمو الملكة الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، نحيي سموكم بأطيب التحيات في هذا الملتقى البهيج، ونحن نرفق كريم صنوك في ساحات البذل والعطاء وبث الخيرات في هذا الوطن الممتد، ونشارك بمعية سموك جهودك الوطنية الجادة والمثمرة في تحقيق المكان الأفضل للمرأة الأردنية، فبارك الله في هذه الصنائع النبيلة لسمو الأميرة الهاشمية. صاحبة السمو الملكي المعظم، أيها الحفل الكريم، إنه من يمن الطالع أن يتزامن هذا الحفل بيوم المرأة العالمي مع مناسبات غالية على قلوبنا جميعا، ذكرى معركة الكرامة ويوم الأم. فكل عام وسموكم ووطننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بألف خير. وإنه من وحي هذه المناسبات المباركات ليتضح لنا جميعا أن المرأة الأردنية قد غدت في وطننا الغالي ذات مكانة متميزة، وقد أضحت تشارك في كل شأن
من شؤون الحياة المتعددة في هذا الوطن بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم، والتي عملت على تعزيز دورها في بناء الأردن الغالي لتلتقي فيه سواعد أبنائه وبناته ليكون الأردن الأول والأغلى. سمو الأميرة الهاشمية المعظمة، لقد أعطى إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة زخماً قوياً للحركة النسائية الأردنية، ومنح المرأة الأردنية القدرة على التأثير والتغيير وأخذ مكانتها التي تستحق في جميع المجالات. وكانت الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأداة التي عكست طموحات المرأة الأردنية بجميع أطيافها وأماكن تواجدها، مما ساعد على تعديل الكثير من التشريعات التي كانت تحتوي على تمييز ضد المرأة، وذلك لصالح المرأة الأردنية وبالنتيجة لصالح الأسرة الأردنية. وبذلك تحققت إنجازات كثيرة لم يكن لها أن تتحقق لولا هذا العمل المنظم الذي وحد الخطاب النسوي الأردني واتسم بالعقلانية والتدرج الذي يعتبر سمة أساسية من سمات مجتمعنا. وهذا ما يجعلنا نتفائل بأن التحديات التي ما زالت قائمة في وجه المرأة لا بد وأن يتم تجاوزها بمثل هذه الروحية من تكامل الجهود التشاركية والتشاركية بين جميع الهيئات النسائية والفعاليات الرسمية والشعبية المختلفة في وطننا الغالي. إن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بقيادة سمومك، وهي تسعى للنهوض بالمرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحافظة على مكتسباتها، فإنها تعمل في الوقت ذاته على السعي لتحقيق مستوى أكبر من العدالة للمرأة الأردنية في جميع المجالات. وما هذا إلا ثمرة من ثمار جهود سمومك في دعم المرأة الأردنية دوماً، وسموك من أسهمت في بناء حركات مجتمعية مستنيرة تؤمن بالعمل العام وتدعم مشاركة المرأة الأردنية في جميع المحافل على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي بما في ذلك العمل السياسي. وقد كان لي الشرف في العمل التطوعي العام ولسنوات طويلة في ظل مظلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما في ذلك تجمع رجال المرأة الوطني الذي نعتز ونقدر. سمو الأميرة الهاشمية المعظمة، أيها الحفل الكريم، لقد استطاعت المرأة الأردنية أن تثبت قدرتها على العطاء وقدمت نموذجاً راقياً في العمل الوطني تسعى دوماً للمزيد، لكن بما حققنا نعتز وبما أنجزنا نفتخر، ونحن اليوم نشارك في ميدان التشريع لنؤكد هذه المرتبة الشامخة التي بلغتها المرأة ونجتهد ما استطعنا من أجل زيادة تمثيل المرأة في تلك المواقع، وهذا من خلال التشبيك والعمل الوطني المشترك البناء مع جميع المؤسسات الوطنية الرائدة بما في ذلك اللجنة الوطنية، والتي وسجل لها إنجازاتها في مجال تعديل التشريعات ولائحة المطالب المتعلقة بالقوانين لصالح المرأة الأردنية والأسرة الأردنية. وإن هذا التشبيك هو ترسيخ لمفاهيم العمل الوطني البناء الذي نسعى إليه دوماً ليكون الوطن الأردني المنشود وطناً تجتمع فيه جهود أبنائه وبناته في القطاعين العام والخاص، وما ذلك إلا لأننا نؤمن بتوجيه القائد المفدى بأن بناء الوطن لا يقتصر على قطاع معين، بل لابد أن يكون لكل مواطن دوره ومن موقعه في بناء وطننا الغالي. سمو الأميرة الهاشمية المعظمة، أيها الحفل الكريم، كم غمرتنا السعادة حين تم تشجيعنا لخوض هذه الانتخابات النيابية والتي تكللت بإيصالنا لنكون في مجلس النواب الأردني ونشارك في سن القوانين ونفيض على هذا المجلس الكريم نردد دائماً المرأة نصف المجتمع، ويحلو لنا دائماً أن نقول أن المرأة أثبتت جدارتها في كل المواقع، لكن الواقع أنها في الواقع تمثل أقلية سياسية رغم الإنجازات اللي حققتها، وظلت المرأة تراوح مكانها في العمل السياسي.
حيث يتم إقصاؤها بقصد أو بغير قصد، ولا يتم تعزيز موقعها في الأحزاب. ودائماً نسأل السؤال المتكرر، لماذا كل هذا الجهد ولماذا هذا السعي لإيصال المرأة إلى مناصب صنع القرار؟ الجواب إن في ذلك ديمقراطية شاملة وتفعيل لدور المرأة وإحياء لمشاركتها في النهوض بالمجتمع. هذا كله آمال كبيرة نتمنى أن تخرج من رحم النفس إلى آفاق الحياة الرحبة. ولكن هناك بعض الاستبشار بالخير، حيث أن الأردن قبل سنوات احتل المرتبة الخامسة عالمياً أو عربياً من حيث عدد النساء المتواجدات كعضوات في مجلس الأعيان بعد تونس. على أي حال النسبة قليلة جداً وليست بقدر الطموح ولا بقدر المجهود. الأردن احتل المرتبة الخامسة عربياً، 7 نساء في البرلمان في الأعيان، نساء أردنيات في الأعيان، نساء قادرات على صياغة مستقبل مشرف. والكلمة الآن لسعادة الدكتورة نوال فاعوري عضو مجلس الأعيان السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بن طلال حفظها الله ورعاها، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة، الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، الشباب والشابات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي أن أرحب بالشباب والشابات، حي الشباب وقل سلاماً إنكم أمل الغد، صحت عزائمكم على حب أردنكم الأبي، والله مد لكم يداً تعلو على كل يدي، وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي، لا بد من ثمر له يوماً ولو لم يرق. إنها لساعة طيبة ويوم مشرق مفعم بالأمل والرجاء. هذا اليوم الذي نلتقي فيه برعاية رائدة العمل النسائي والداعمة الحقيقية للمرأة الأردنية سمو الأميرة بسمة بن طلال حفظها الله ورعاها، فلم تشغلها المهام الكبيرة وعلى كافة الصعد ولا حملات البر والإحسان القديمة والجديدة في أنحاء المملكة، حيث لم تترك قرية ولا زاوية من زوايا الأردن الغالي على قلوبنا جميعاً إلا ولجت إليها في ساعات العسرة، تمسح الحزن عن الأيتام والأرامل وترسم البسمة على شفاه من افتقدوها. كم في اليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطري، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلاً من الجن أو مساً من البشر. يضاف لكل هذا العطاء اللامحدود عناية سموها الدائبة بشؤون المرأة الأردنية وإنجازاتها في جميع المجالات، كون المرأة تكون عنصراً أساسياً في المجتمع، ولأن مشاركتها في الحياة العامة تعتبر مرتكزاً رئيساً في نجاح التنمية الحقيقية وتحقيق الأمن الوطني الشامل والذي له علاقة مباشرة في النهوض الحضاري والسلوك الإنساني الديمقراطي والشوري لأي مجتمع على وجه البسيطة، كما أن تصاعد هذه المشاركة والوصول بها إلى مستوى متقدم يرسخ لدى المرأة ثقافة الانتماء والتفاني في خدمة الوطن للوصول إلى الدولة الآمنة المستقرة، كما أن هذه المشاركة
تكسبها خبرة وقدرة على تربية الأجيال والنهوض بجميع مكونات المجتمع، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ورفاه المجتمع واستقراره بصورة متواصلة ودائمة. الأصول الفكرية الداعية للمشاركة للمرأة بالعمل العام وبجميع جوانبه ليست جديدة أو مستحدثة على ثقافتنا، بل هي مستمدة من تعاليم الإسلام الحنيف الذي ساوى بين الرجل والمرأة في التكريم والتكليف وفق قيم الكفاءة والعدالة، مما يعطي العمل بعداً قيمياً ووجوبياً لهذه المشاركة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. والمرأة قوة بشرية وطاقات إنسانية هائلة، لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض دون الاستفادة من كل هذه الطاقات. من هذه المنطلقات حرصت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والتي واكبت قضايا المرأة الأردنية ومنذ تأسيسها، وحققت برئاسة سمو الأميرة بسمة بن طلال إنجازات كبيرة أسهمت بإحداث تطورات هائلة في مسيرة المرأة الأردنية الحافلة بالإنجازات والعطاء، حيث تواصل اللجنة عملها بنجاح وتميز ومشاركة ومؤسسية مشهود لها، منسجمة تماماً مع رؤية القيادة الهاشمية التي تؤمن أن الإنسان هو الذكر الحقيقي لهذا الوطن، ولا بد من الاستفادة من كافة طاقاته الإبداعية في العمل والإبداع بالتوازي مع عملية الإصلاح السياسي الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حمام الله. فكلما تصاعدت مشاركة المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، كلما زادت نسبة الوعي لدى المرأة بالنسبة لحقوقها وواجباتها، وازدادت تبعاً لذلك فرص النمو والازدهار بفضل ازدياد قاعدة المنخرطين في إدارة الشأن العام للوطن، لأن المنظور الاستراتيجي للتنمية يفترض تأهيل أفراد المجتمع القادرين ذكوراً وإناثاً، وإتاحة الفرصة أمامهم وتمكينهم من الوسائل والأدوات اللازمة للمساهمة الفعالة في إنجاز التنمية المستدامة، ليستفيد منها كل أفراد المجتمع ومؤسساته على قدم المساواة. سيدتي صاحبة السمو الملكي الحفل الكريم، بناءً على ذلك، فإن الأردن قد خطى خطوات متقدمة في التمكين للمرأة، وبالتوازي مع الخطوات الأخرى الجريئة في عملية الإصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي، حيث أدت هذه الإنجازات مجتمعة إلى أن يكون الأردن رائداً في المنطقة العربية في هذه الإنجازات، بالإضافة لما ينعم به من أمن واستقرار. وبالرغم من كل ما تحقق على هذه الصعود خاصة للمرأة، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات الثقافية والتشريعية والسياسية أمامها، والتي تتطلب بدورها جهوداً نوعية ومواصلة للسير على نفس الطريق لتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والخدمات والسياسات والبرامج والموازنات الهادفة. وأخيراً، إلى مزيد من تمكين المرأة والارتقاء بالمجتمع الأردني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للوصول إلى اعتبار المواطنة والقدرة والكفاءة هي المعايير المعتمدة
في المشاركة في مراكز صنع القرار والعمل العام. نأمل أن لا يكون هذا اليوم بعيداً، خاصة والأردن يغض الخطى بفاعلية وبقيادته الهاشمية في عملية إصلاح شاملة تحظى فيها المرأة الأردنية بقدر كبير من الاهتمام والرعاية، لتكون مساهمتها وافرة في الدولة الأردنية الديمقراطية المستقرة والناجزة بإذنه تعالى. والسلام عليكم. صحيح أننا مع كل إشراقة شمس تكون هناك محاولات نسائية جادة من أجل إثبات الذات، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الرجل، فنحن دائما نثمن دور الرجل ونقدر جهوده. وسوف أستشهد على أي حال، الرجل هو داعم وسنيد، وأيضا هو يقدم الكثير من أجل العمل مع زوجته أو شقيقته أو والدته. على أي حال سوف أستشهد ببطاقة بعثها رجل أمثالكم، محب وداعم لزوجته، لأنه يثمن مكانتها ويثمن دورها. في 8 آذار هذا الرجل بعث بوردة وبطاقة، وسوف أستشهد من كلماته. قال لها: لا تقبلي بيوم واحد في العام فقط لك، فأنت سيدة كل يوم. رح نضل مع 8 آذار، وهيئة الأمم المتحدة بدكم تعرفوا من الرجل؟ رح نضل في 8 آذار واحتفال هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أنتجت أغنية بعنوان امرأة واحدة من طنجة إلى رام الله. نتابع الأغنية. مجلس النواب، المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والأخوات العزيزات الحبيبات عضوات مجلس النواب، معالي الأستاذة أسمى خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سعادة الدكتورة سميرة تويجري المديرة الإقليمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأيضاً برحب النواب، أعتقد في عدد معنا اليوم، فأيضاً برحب فيكم. شكراً على حضوركم، ورح نحتاج دعمكم في المجلس الجديد. كل التوفيق لكم ولزميلاتكم إن شاء الله، الله يأخذ بيدكم جميعاً. أخواتي العزيزات، الحضور الكرام، نخصص هذا اليوم لاستذكار يوم المرأة العالمي
بمعانيه المختلفة للنساء في كل مكان. وبهذه المناسبة التي تعني لي الكثير وتذكرني بالسنوات العديدة التي تشرفت بالعمل فيها مع أخواتي الأردنيات، فإنني أحيي بوافر المحبة وعميق التقدير المرأة الأردنية التي أعطت ولا تزال تعطي وستبقى تعطي في كل مواقعها، وكل ثقة بأن جيل شاباتنا المؤهلات والقادرات من خلال البناء على ما أنجز سيتركنا بصماتهن على هذه المسيرة المباركة. فكل واحدة من كنا كانت وستظل مصدر فخر للوطن. أتوجه بتحية إجلال لكل امرأة عربية تكافح من أجل أمن أطفالها في ظل ظروف قاسية تهدد حياتهم. ندعو الله العلي القدير أن يعاد هذا اليوم على الجميع بالأمن والأمان والعدل والكرامة، وعلى الوطن وهو أكثر نماء واعتزازا بكنا جميعا. لن أطيل بالتهاني، كما أنني لن أتناول الإنجازات، فالكل على دراية بها، ولكنني أشعر أنه من الضروري خاصة مع وجود مجلس نيابي جديد والتواجد النسائي الأكبر به، أن ننهض كتنظيمات نسائية وبرلمانيات وجميع المعنيين والمعنيات بقضايا المرأة إلى مستوى مسؤولياتنا في هذه المرحلة الحساسة. لقد تابعت ومنذ سنوات عديدة محاولات التعاون ما بين الحركة النسائية والبرلمانيات في المجالس المتعاقبة، وبالرغم من النوايا الطيبة للجهتين لم تكن الاستعدادات والتشاور بين الجهتين محددة أو منتظمة بما فيه الكفاية للتوصل إلى مستوى الجهد الذي يؤدي إلى الارتقاء بأوضاع المرأة الأردنية. فالكثير من النساء الأردنيات لازلنا يعانين من تحديات أساسية، ولضمان القدرة على تحسين أوضاعهن لابد للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وللمنظمات النسائية ولبرلمانياتنا من وقفة تأمل عميق في النهج المتبع لغاية الآن، والتفكير بنهج أكثر تأثيراً وبرنامج عمل وآليات واضحة تسعى للحد من حجم فجوة التواصل فيما بين كل الأطراف، والتنسيق المستمر وتقديم الدعم والتغذية الراجعة المنتظمة، إضافة إلى تقييم كل مرحلة معاً. وسنكون كلنا بانتظار معرفة الترتيبات والتفاصيل التي ستعتمد بشأن آلية الاتصال والمتابعة المتفق عليها بينهم. لقد وجدت من خلال معاصرتي للمراحل السابقة هذه أن أحد التصورات الخاطئة التي تكررت مع كل دورة برلمانية هو الاعتقاد بأنه لا يزال هنالك ما يكفي من الوقت للبدء بالعمل، لنتفاجأ بتسارع مرور الأيام وعدم اللحاق بها. وكل أمل اليوم أن لا ينفذ الوقت مرة أخرى دون أن تكون الحركة النسائية والبرلمانيات وجميع المعنيين بحقوق المرأة قد عملوا معا بتشاركية واضحة تبني على نقاط قوة كل جهة. الحضور الكرام، إن حالة الحراك الاجتماعي والسياسي التي طغت خلال السنتين الماضيتين لم تنعكس بعد بأي تحسن يذكر على حقوق المرأة، بالرغم من أنه لا تزال هنالك
قضايا رئيسة تعاني المرأة منها، بدءاً من الذهنية السائدة التي وللأسف لم تتغير كثيراً فيما يتعلق بحقوق المرأة، مروراً بالأوضاع الاقتصادية والبطالة والمشاركة في الحياة العامة والمواضيع التي لا يزال هناك من يحاول أن يغض الطرف عنها وكأنها غير موجودة، مثل الإساءة والعنف. وما يثير القلق أنه لا يزال هنالك انطباع عام سائد بأن المرأة الأردنية قانعة وراضية بما هي عليه. لذا ومن حرص العميق على أن يتم العمل على أوسع نطاق للتغلب على هذه الانطباعات والتمهيد لتغيير المواقف والذهنيات السائدة، مما يساعد على إحداث التعديلات القانونية التي نتوقعها من هذا المجلس النيابي بسلاسة ويسر. ختاماً، أتمنى أن يعطي هذا اليوم دفعة جديدة قوية للعمل النسوي الأردني، وأن يؤطر لمرحلة بناءة من العمل والمشاركة. فقوة هذا اللقاء تكمن في ترجمة وعود اليوم إلى أفعال مؤثرة، فالعلاقات والتواصل ما بين كنا وبين النساء الأردنيات من كافة الأطياف والأجيال يجب أن تكون عملية مستمرة وليست موسمية. ففي السراء والضراء للوطن كل الحق علينا، ولن يستطيع شيء أن يثنينا عن أداء رسالتنا الأردنية مهما اشتدت الأزمات وغلت التضحيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بن طلال المعظمة راعية هذا الاحتفال، أيها الحضور الكرام، شكراً جزيلاً لمشاركتنا هذا الحفل بالمرأة وبإنجازاتها. نتمنى دائماً مزيداً من الإنجازات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.